في بس مشكلة في القدم على ما اعتقد، ده اللي كان حاصل. بس الامتحان لحد ما كويس جدا يعني، الحمد لله. بس بقيت المواد يا رب ان شاء الله المواد الجايه على خير. اكيد حاجه مش كويسه، ولازم يكون في اجراءات لمنع التسريبات والكلام ده، عشان ما يتساواش الطالب اللي هو ذاكر وتعب بالطالب اللي هو ما ذاكرش والكلام ده كله. بس هما بيقولوا الامتحان كويس الحمد لله لحد ما، عقبال بقى المواد التانية ان شاء الله. المواد التانية طبعا الفيزياء والكيمياء والرياضة، احنا بالنسبة لنا الرياضيات كلها ربنا يستر على اللي جاي. تسريب الامتحان طبعا غلط، يعني المفروض يتاخذوا اي اجراء ليها، لان كده هو الطالب اللي بيذاكر بيضيع مع الطالب اللي هو بيغش، ده بيضيع ده مع ده. يا ريت يشوفوا لهم حل لموضوع التسريبات. كويس وكل حاجه، بس ليه اللي يتسرب؟ ليه يجي على 9:30 الصبح يكون على النت؟ انت رايك انا في التسريب ده؟ لا، رايي ايه؟ رايي اني غلط طبعا. بيضر بنتك ازاي وابنك ازاي؟ بيضر اولادنا كلنا، مش بنتي انا بس، زي الناس. ما هو كده ما فيش تكافؤ فرص. تحبي تقولي ايه الوسيله الثانيه؟ اقول يتقي الله بس.